السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شو مع بعض برنامج سيت انجن، وده برنامج متخصص في عمل الموديل ونمذجة الموديل. دلوقتي اقول له مثلا انا عايز ابدا فاضي خالص، ممكن تقول له انا عايز ابدا بماب داتا او عايز ابدا بمدينة معينة. فانا هبدا فاضي خالص واقول له ابدا لي اعمل لي مدينة جديدة، فيفتح حتة فاضية خالص. هنبدا نشوف صورة ان انا هرسم مثلا مدينة من خلال فري هاند، او ممكن تبدا ترسم بولجن. يعني فري هاند هيبقى ارسم الحاجة حرة بشكل دوت، تمام. الدوت هيبدأ ارسم لي خطوط بالشكل دوت، ايا يكن اي واحدة من الاتنين. بعد ما رسمت الخطوط دي، مجرد ان انا هاجي على جراف واقول له اعمل لي جرو ستريت هيبدأ يعمل لي شوارع موجودة هنا، تمام. بيقول لي اختار شكل من الاشكال، كل واحدة منهم ليها شوية قيم مختلفة، فاي واحدة فيهم هنختارها. بس ده مثال على سهولة شغل في البرنامج. هيبدأ يقولك مثلا انت عايز كام شارع، مثلا قول له 200، تمام. اللونج لينس الطول قد ايه، وهكذا. شورت لينس اطول حاجة واقصر حاجة، وبعدين خاصة بالانفايرومنت هقول له ابلاي. اوتوماتيك هيبدأ يرسم لي كل الشوارع اللي انت شايفها ديت. طب شايف كل ده ما خدش مننا اكتر من ثواني، وكل واحدة من دول تقدر تعدل فيها. يعني تقدر تعمل سيليكت مثلا على الشارع مثلا، وتقول له انا عايز اعمل له موف، عايز اعمل له موف بالشكل دوت اهو. فتبدا تتحرك، ممكن تعمل سيليكت مثلا على الجزء دوت تبدا تتحرك، ممكن تعمله اب بالشكل دوت او داون بالشكل دوت، وهو يبدا يظبط لك الشغل كله زي ما انت شايف. ممكن تعمل سيليكت مثلا تبدا تتحرك بالشكل دوت. ده طبعا نقدر نقول مجاورة او مكان هتعمل فيه المباني بتاعتك. لو جيت عملت سيلكت على اي طريق، ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل ايديت ليه. طبعا كل حاجه بتعملها بيبدا يديك الخصائص بتاعتها هنا، تقدر تعدل كل المعلومات اللي انت عايزها اهوت. تقدر تعدل اهوت العرض بتاعه بالشكل دوت، الزاويه بتاعته اهوت. ممكن تيجي ترسم منطقة مثلا حيات. المنطقة دي هنعمل عليها سيليكت، وبعد كده هاجي هنا اقول له اساين رول، وابدأ اختار القواعد اللي انا عايزها. هاي رايز مثلا استارت رولز، وابدأ اشوف بقى ايه ال LOD level of development، تقدر التفاصيل الموجودة، الارتفاع، السكيل في الاكس وفي الزد وكل الحاجات ديت، تمام. دلوقتي اقول له جنريت، هيبدأ يعمل لي بالشكل دوت. طيب لو انا عايز تفاصيل اكتر هقول له غير لي ال LOD للهاي، فيبدا يظهر الحاجه بدرجه تفصيل اكتر زي ما انتم شايفين.